بتحليل صورة السطل غدا بحول الله بالمنطقة الشمالية للمملكة. يتوقع تكون سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل من الضباب بالقرب من السواحل بعد الزوال. سماء نسبيا غائمة بالسهول الشمالية الغربية ستعطي زخات مطرية ضعيفة ونزول تساقطات مطرية أحيانا عاصفية بالواجهة المتوسطية بمنطقة الريف وكذلك بالسيس وبالأطلس مع تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس للبلاد. باقي المناطق الأخرى سماء قليلة السحب إلى صافية مع طقس مستقر عموما. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة يتوقع بحول الله يوم الثلاثاء طقس غائم سيعطي زخات مطرية عاصفية بالواجهة المتوسطية بمنطقة الريف السيس الأطلس وكذلك بالشمال الشرقي بمنطقة البوغاز وكذلك باللوكوس ونزول بعض القطرات المطرية المتفرقة بالسهول الشمالية وكذلك الوسطى مع تساقطات ثلجية دائما بمرتفعات الأطلس ودرجات الحرارة ستعرف بعض الانخفاض الطفيف. أيام الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد وكذلك والأحد نزول زخات مطرية ضعيفة بالسهول الشمالية وكذلك الوسطى بمرتفعات الأطلس على الواجهة المتوسطية بالشمال الشرقي. هذا مع نزول زخات مطرية متفرقة تحديدا يوم الخميس بالشمال الشرقي للبلاد بمنطقة الريف السيس وكذلك بأقصى الأقاليم الشمالية للبلاد. وباقي المناطق الأخرى سماء قليلة السحب إلى صافية مع طقس مستقر عموماً.